السلام عليكم مشاهدينا، مرحبا بكم اليوم إن شاء الله في موضوع جديد الذي يخص كيف نستطيع أن نغير بطاقة الأم الخاصة بجهازك اللابتوب، وخاصة إن حدث فيها مشكل وتتطلب منك أن تغيرها. فسوف نريك الطريقة إن شاء الله، وسوف أريك حتى أنك تقوم بشراء يعني موقع إلكتروني لشراء عبر الإنترنت، من كيف يمكنك شراء يعني نسخة أخرى أو بطاقة أم مطابقة لجهازك اللابتوب. حتى نقوم بنزع مشاهدينا بطاقة الأم بطبيعة الحال يجب أن نحذف كل الأشياء التي هي موجودة في الأعلى هنا، مثل لوحة المفاتيح، وكذلك في أسفل اللابتوب نزع الذاكرة كذلك والبطارية بطبيعة الحال، وكل أشياء الأجزاء التي لا نريدها الآن لا نستعملها، فيجب أن نحذفها كلها حتى تسهل علينا العملية. نزعت كذلك الهارد ديسك والذاكرتين، والآن سوف ونزعت كذلك لوحة المفاتيح حتى يمكنني أن أقوم بحذف أو نزع بطاقة الأم بسهولة جدا. في بطاقة الأم مشاهدينا يوجد براغي هنا، كما لدي الآن رقم 1، 2، و3، سوف أنزعها بمفك البراغي بطريقة سهلة وبسيطة جدا. واحد، اثنان، وهذا الثالث. أن يلاحظوا فقط في بطاقة الأم الخاصة بكم، لاحظوا البراغي وقوموا بحذفهم أو قوموا بنزعهم مشاهدين أعزاء تدريجيا. والآن سوف نلاحظ في الفيشة هنا صغيرة على بطاقة الأم، يجب أن ننزع هذه الفيشة. لاحظتم كيف هذه موجودة هنا؟ كيف أقوم بالسحب؟ يوجد هنا ماسك للفيشة باللون الأسود، أقوم بسحبها بإصبعي هكذا الأعلى ثم أقوم بالسحب. لاحظتم كيف؟ يجب أن ننزع كل الأشياء التي تعرقل لنا العملية. ولدينا كذلك فيشة أخرى خاصة بالسكرين، فيشة صغيرة جدا. نعم، لاحظوا شكلها موجودة هنا، أقوم بسحبها تدريجيا كذلك. نعم، لاحظتم كيف أقوم بالسحب قليلا إلى الوراء، ثم لدينا فيشة أخرى كذلك موجودة هنا، يمكنني أن أستعمل بفك البراغي الذي هو ناقص، صغير جدا. نعم، أستعمله أحيانا لسحب بعض الأشياء الصعبة قليلا. أقوم بسحبه الأعلى أوب، وأنزع الفيشة. لاحظتم كيف؟ نعم. الآن ماذا سوف نقوم بمواصلة العملية؟ ماذا سوف نقوم بنزع كذلك الأشياء التي تعرقل لنا العملية؟ نعم، لدينا كذلك المروحة، نقوم بنزع برغي آخر. يعني نتتبع فقط البراغي الموجودة هنا في لوحة الأم تدريجيا حتى نستطيع نزع بطاقة الأم. والآن ننظر إلى الخلف، نقوم بإقلاب الحاسوب، نقوم بنزع هذا الاختيار،
يمكنكم تصوير هذا الجزء حتى عندما تقومون باسترجاع البطاقة أو استعمال الجديدة، فحتى لا يعني تخطئون في اختيار هذا الرقم واحد وهذا رقم اثنان. الأسود رقم واحد والرمادي رقم اثنان. هكذا علينا ننزع هذا الاختيار، علينا بنزعه من هنا. لاحظتم كيف؟ والآن سوف نلاحظ أن بطاقة الأم تخرج معنا بسهولة أعزائي الكرام. لاحظوا الآن، هذه هي بطاقة الأم لجهاز اللابتوب الخاص بكومباك أعزائي الكرام. والآن يمكنني تغيير بطاقة الأم، يعني بنفس هذه البطاقة. كيف أستطيع فعل ذلك؟ هنا يوجد سي بي يو أو البروسيسور، يمكننا تغييره، سوف نتكلم في موضوع آخر. لاحظوا هنا يتكلم، يقول لنا أو يخبرنا على الـ HP Spare أو النسخة بطاقة الأم المطابقة لها. كيف نستطيع أن نغير بطاقة أخرى يعني مشابهة لها؟ سوف ترون هنا يعطيك اسم بطاقة الأم. سوف نذهب الآن مشاهدينا لنرى في موقع علي إكسبرس لنرى البطاقة المطابقة لهذه التي قمنا بنزعها الخاصة بالـ HP Compaq. سوف نذهب إلى علي إكسبرس لأريكم فقط. يمكنكم الشراء في بلدكم، إن لم تجدوا فيمكنكم الذهاب والشراء عبر علي إكسبرس. نكتب ما هي البطاقة، بطاقة الأم التي وضحتها لكم في الفيديو. سوف أكتب هنا HP، اسمها HP HP 7F10 64. مادر بورد. نعم مشاهدينا، وجدت البطاقة، هي هذه الموجودة هنا. نعم نفسها التي وجدتها عندي. بنفس التفاصيل، بنفس كل شيء، يعطيك جميع التفاصيل. فيمكنكم الشراء من خلالها مشاهدينا بهذه الطريقة. تكتبون اسم بطاقة الأم و يعني رقم التسلسل الخاص بها، وسوف يعطيكم في موقع علي إكسبرس، موقع رائع جدا للشراء بأثمان يعني رخيصة وفي متناول الجميع. مشاهدين أعزاء، كان هذا الدرس لنا اليوم حول كيف نستطيع أن نقوم بنزع بطاقة الأم القديمة واستبدالها بالجديدة، وكيف نختار يعني بطاقة الأم مناسبة لها. أتمنى هذا الفيديو قد أعجبكم، ونتمنى أن نلتقي في فرص أخرى. ولا تنسوا بالضغط على إعجاب وعلى اشتراك القناة وتفعيل زر الجرس حتى تحصلون على الجديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.